مرحبا، يعطيكم العافية، سلام للجميع. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية. اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة، شغلات غريبة. اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون، يقرأ جرس التنبيهات، وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة. إذا ما حضرتوا الفيديوهات اللي راحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بحكيها، إنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة، فاشتركوا عشان تدعموني. ويلا نبدأ. اليوم بدنا نحكي عن أهم النقاط عن طريقة إلقاء التحية والسلام في زمن الكورونا. طبعا هاي هي اللوحة اللي حنشرحها اليوم، خليكم معها تشرح حالها لحالها، حاولوا تخففوا من السلامات والمباوسة، والف سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.